قال لي هو قال لي هو انت ما تفهميش، انت ما قاعد ما قريتيش، ما عندك وين تروحي، ما عندك ما عندك وين تروحي تاجلي عليه تهضري على روحك. كنقول له انا ما نروحش لمحك، ما نهضر على روحي ولا حاجه، قولي كي تعرفي كي ما تعرفيش حتى وين دوري. هو اللي خيرك الزوج بك؟ هو اللي خيرني، هو اللي داني برضايته. واش راح ندير برك، واش راح نروح نروح وراح نقدم، كيف راح نهضر، كيف راح ندير برك. صحيح، دوك نجاوبك. انا نحس بالالم، كنقول لك الم معاناه يعني هالانسان في داخل صدره بلا ما يظهر عليه. يعني سيده تزوجت باش دير بيت دير اسره، سيده محترمه، يعني هو مجرد انه يقول لزوجته انت اميه يجرحها بالكلام، هذا وحده ثقل كبير مرفوض. حقوق الأبناء موجودة، الحضانة ليك، النفقة والإيجار ليك، مفروغ منه في جميع الحالات. حتى إذا درتي الخلع راح تسند الحضانة الأبناء ليك، راح يلزم بدفع النفقة ويلزم بدفع أو توفير دفع مبلغ الإيجار أو توفير مسكن لممارسة الحضانة.